اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا عايزين نطمن بشكل كبير جدا على فريق النادي الاهلي بعد ما استأنف تدريباته يوم الاربعاء اللي فات. كان بدايه العوده للتدريبات بعد كان فتره راحه بالنسبه للفريق وانتهاء الموسم. فالفريق استأنف تدريباته يوم الاربعاء واتمرنوا يوم الخميس والجمعه امبارح، والنهارده قرر موسيماني ان يدي للعيبه راحه لمده 24 ساعه علشان يستأنف تدريباته غدا باذن الله تعالى، ويبقى عنده مباراه يوم الاثنين بعد بكره، مباراة ودية أولى أمام الاتصالات، وهيواصل استعداداته لحد يوم 16 بمباراة ودية تانية أمام المقاولين العرب في إطار الاستعداد للموسم الجديد. والبداية هتكون بالسوبر المحلي أمام طلائع الجيش اللي هو بتاع السنة اللي فاتت بقى ولا اللي قبليها يعني. فإحنا عارفين إن مفيش نظام شوية في ترتيب المباريات أو فيما يتعلق بالمواعيد الخاصة بمختلف البطولات بسبب الظروف الاستثنائية وكل هذه الأمور، لكن يعني إن شاء الله نتدارك الأمور دي فيما بعد من قبل الإدارة الموجودة في الاتحاد المصري لكرة القدم. فبعد كده بعد مباراة المقاولين هيبقى في معسكر مغلق هناك في اسكندرية استعدادا لمباراة طلائع الجيش في السوبر في اسكندرية أيضا في استاد برج العرب، بعد ما تم تجهيزه بشكل مميز على مدار الفترة اللي فاتت كلها، وهتكون دي بداية الموسم بالنسبة للنادي الأهلي. نتمنى ان هي تكون بداية ببطولة ان شاء الله، بطولة مهمة طبعا، بطولة السوبر المصري. الأهلي اكتر فريق خد البطولة دي، يعني مش بقول معلومة جديدة بصراحة، ان تقريبا كل البطولات اللي شارك فيها الأهلي هو اكتر فريق محقق فيها ألقاب. يعني اللقطات اللي حضراتكم كنتوا شايفينها دي على الشاشة او اللي شايفينها دي لقطات من تدريبات الأهلي بالأمس، فده فيما يتعلق ببرنامج الفريق على مدار الفتره الجايه. حته بقى الاهلي هيعمل ايه بعد مباراه السوبر، لان هيكون عنده ماتش انبي في كاس مصر في دور ال 16، فالمباراه دي المفروض ان هي في استاد اسكندريه، هتكمل بقى المباراه يوم 25، هتكمل المعسكر هناك في اسكندريه بعد ان شاء الله ما تفوز بالسوبر باذن الله تعالى امام طلائع الجيش، ولا هترجع على القاهره وبعد كده تروح على الماتش في استاد اسكندريه امام انبي؟ ده لسه ما تمش اتخاذ قرار نهائي فيه من قبل الجهاز الفني والاداري، لكن الاقرب انك هتكمل هناك، لان يعني من 21 ل 25 اربع ايام، فالفرق مش كبير جدا، لكن بشكل رسمي حتى الان لم يتم الاستقرار على الجزئيه دي تحديد. ده بخصوص برنامج النادي الاهلي خلال الفتره القادمه واستعداداته لمختلف المباريات والبطولات. عندنا بطولتين مهمين جدا، السوبر وكاس مصر، ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيهم.